أهلا بكم من جديد. قال وزير البترول والمعادن والطاقة الموريتاني عبد السلام ولد محمد صالح إن ثروة بلاده من الغاز تقدر بأكثر من 100 تريليون متر مكعب، بينها حقل غاز مشترك مع السنغال وحقول تقع بالكامل داخل المياه الإقليمية الموريتانية. وتتجه الأنظار صوب حقل السلحفاة أحميم في الحدود البحرية الموريتانية السنغالية الذي تقدر احتياطياته بأكثر من 450 مليار متر مكعب من الغاز، وقد وقعت الدولتان اتفاقاً لاستغلاله مع شركتي كوزموس إنرجي وبريتش بتروليوم، وكان سيبدأ مع حلول 2022 قبل أن يتأخر ل 2023 بسبب تأثيرات جائحة كورونا. ويتوقع أن ينتج في المرحلة الأولى سنوياً 2.5 مليون طن من الغاز المسال، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع 4.8 مليارات دولار. وتهدف المرحلة الثانية لمضاعفة الإنتاج إلى 5 ملايين طن سنوياً، تمثل فقط نصف السعة المخطط لها البالغة 10 ملايين طن سنوياً والسدس من 30 مليون طن، والتي تدعي شركتا بي بي وكوزموس قدرة الحقل الموريتاني السنغالي على إنتاجها. الإنتاج العالمي للغاز بلغ في عام 2020 3.8 تريليون متر مكعب، ونصيب الدول العربية من إنتاج الغاز في العام نفسه بلغ 500 مليار و840 مليار متر مكعب. أمريكا تتربع على صدارة قائمة الدول المنتجة بنحو 914 مليار متر مكعب، تليها كل من روسيا والصين وقطر وكندا والسعودية والنرويج، في حين تتربع الصين واليابان وكوريا الجنوبية على قائمة الدول المستوردة للغاز الطبيعي. وتعد الولايات المتحدة أكبر دولة تمتلك شبكة لنقل الغاز الطبيعي بين ولاياتها المختلفة. أما بين الدول فأشهر هذه الخطوط الخط الممتد من سيبيريا في روسيا بطول 6400 متر لنقل الغاز لمجموعة من الدول الأوروبية، وهناك خط نورد ستريم 2 الذي تم إيقافه بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، وهو معني كذلك بنقل الغاز الروسي إلى أوروبا. فنتابع التقرير ثم نسأل عن الخط الجديد قبالة سواحل موريتانيا والسنغال وأفق استبداله لخطوط الغاز الروسي. هنا في المياه الإقليمية الموريتانية وتلك المشتركة مع السنغال تنتظر مئات مليارات الأمتار المكعبة من الغاز الطبيعي استخراجها من أعماق البحر. يطل وزير البترول والمعادن والطاقة الموريتاني عبد السلام ولد محمد صالح ويعلن بدء عمليات حفر 4 آبار في حقل السلحفاة الكبير، مشيراً إلى أن تنفيذ الأشغال في مشروع استخراج الغاز من هذا الحقل وصلت إلى 76%، وتتولى شركتي بريتش بتروليوم البريطانية وكوزموس إنرجي الأمريكية تطوير حقل السلحفاة الكبير للغاز الطبيعي المشترك بين موريتانيا والسنغال، الذي تصل احتياطاته إلى أكثر من 450 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بعين مترقبة. ينتظر الموريتانيون عام 2023، إنه الموعد الذي سترتقي فيه موريتانيا إلى مصاف الدول المصدرة للغاز المسال. اكتشافات هائلة وواعدة أقنعت بريطانيا بفتح سفارة لها في نواكشوط بعد 60 عاماً من استقلال موريتانيا، وفتحت شهية شركات النفط والغاز العالمية. كانت نواكشوط في 28 أكتوبر لعام 2019 على موعد مع الإعلان عن تأكيد اكتشافات من الغاز في مياهها الإقليمية، هي الأولى من نوعها في تاريخ الجمهورية من حيث كمية الاحتياطات. ويعتبر حقل بير الله هو عملاقها، إذ تبلغ احتياطاته 80 تريليون قدماً مكعبة من الغاز، ويمثل أكثر من 10% من الاحتياطات الأفريقية، لتصبح موريتانيا هي الثالثة أفريقياً بعد نيجيريا والجزائر. يمكن أن يصبح غاز موريتانيا بديلاً مثالياً لتعويض العجز المتوقع في الإمدادات الأوروبية من روسيا بفضل موقعها الاستراتيجي بالقرب من دول القارة وتمتعها باحتياطات هائلة من الغاز الطبيعي والغاز المسال. أسهمت أزمة الغاز في قارة أوروبا في تركيز الأنظار على تطوير حقول الغاز التي اكتشفت على المدى القصير مثل حقول موريتانيا والسنغال،
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تقليص وارداته من الغاز الروسي منذ شن الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير الماضي، إلا أن الأمر قد يتطور إلى حظر كامل مع الابتزاز الروسي لدول القارة ومطالبتها بدفع مستحقات الغاز بالروبل، وهو الأمر الذي ترفض أوروبا الانصياع له حتى الآن. بالمقابل، تتجه أنظار شركات الطاقة الكبرى إلى مشروعات الغاز في أفريقيا على أمل سد العجز المتوقع للإمدادات، مع خطط أوروبا للاستغناء الكامل عن الوقود الأحفوري الروسي. ولعل هذا ما دفع المستشار الألماني أولاف شولتز لزيارة 3 بلدان أفريقية مستهلاً بالسنغال، ومؤكداً على أن بلاده تريد العمل مع السنغال في مجالي الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي المسال. وتتوقع شركة أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي في تقرير حديث أن يبلغ إنتاج الغاز في أفريقيا ذروته عند 470 مليار متر مكعب بحلول أواخر عام 2030، أي ما يعادل 75% من الكمية المتوقعة لإمدادات روسيا هذا العام، في حين أنه قد يخلص أوروبا من سطوة الغاز الروسي. تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن مشروع السلحفات حميم الكبير وحده سيدر مداخل مهمة على خزينة موريتانيا تقدر ب$100 مليون سنوياً في المرحلة الأولى من الإنتاج، ليصل في المرحلة الثانية والثالثة إلى $1 مليار سنوياً، إذ من المتوقع أن تتجاوز قدرة الإنتاج عتبة 10 ملايين طن سنوياً، وهي مداخل راهنت الحكومة على أنها ستغير من الواقع وتحدث تحولاً في الاقتصاد الوطني. ولكن يبقى التقيد بمبادئ الحوكمة الرشيدة هو التحدي الأبرز والهاجس المسيطر على عقول المواطنين الذين يمنون النفس باستغلال أمثل لهذه الثروة وبشفافية لإنعاش اقتصادهم المنهك. معنا هنا في الاستوديو الخبير الاقتصادي والأكاديمي الموريتاني الدكتور محمد الفيلالي. دكتور، ما الأهمية الاستراتيجية للغاز الموجود بالتريليونات قبالة سواحل موريتانيا والسنغال؟ شكرا على الاستضافة. على كل حال، الأهمية عندها أبعاد استراتيجية، وهذه الأبعاد الاستراتيجية عندها جانب اقتصادي وعندها جانب أمني، ولكن بصفة عامة ستحدث تغير في جغرافية الغاز الطبيعي في المنطقة وفي العالم بصفة عامة. كيف هذا التغيير مثلا يمكن أن يحصل؟ التغيير لأن الغاز سيسمح لموريتانيا مثلا والسنغال أن يصبح أن يصدر الغاز لأوروبا، وهو ما يسمح لأوروبا ولو نسبة من الاستغلالية عن الغاز الأمريكي والغاز الروسي. أقول نسبيا لأنه لا يمكن أن يعوض عن الغاز الأمريكي ولا الغاز الروسي. من ناحية أخرى، سيسمح للتقارب استراتيجي بين البلدين، بين موريتانيا والسنغال، من الناحية السياسية ومن ناحية تكاملية اقتصاديا. نعم، المستشار الألماني أولاف شولتز كان في السنغال قبل أيام وتحدث عن اهتمام ألماني كبير بهذا المشروع، مشروع الغاز. هل تعويل أوروبا على هذا الغاز الآتي من السنغال وموريتانيا في محله برأيك؟ على كل حال، هذه الزيارة عندها أبعاد سياسية وأبعاد رسالة للشعب الألماني وتحركات دبلوماسية من ألمانيا في المنطقة. لا أظن أن مثلا مشروع الغاز الحالي سيصدر إلى 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 ألمانيا بقرار سنغالي، لأن المنتج بيع قبل إنتاجه، وبالتالي اشترته شركة تابعة لبيبي بريتش بتروليوم، عقد 20 سنة، وبالتالي بيبي شركة بريتش بتروليوم هي اللي تأخذ القرارات النهائية لبيع المنتجات. ولكن هناك مشاريع أخرى في السنغال رفضت الشركات الأجنبية، وفي موريتانيا أيضا الشركات الأجنبية تمويلها، أو من الممكن أن السنغال بعون من ألمانيا أنها تطور هذه المشاريع إلى مستوى إنتاجي يسمح بالمبتغى الألماني، وهو
استيراد الغاز من السنغال و... يعني الألماني والأوروبي عموما على أي حال عام. لأن الفائدة من هذه من الاستيراد من هذه الدول لأنه إنها قريبة من أوروبا، النقل يكون أقل تكلفة. نعم. النقل طبعا سيكون بحري عبر المحيط الأطلسي. نعم. إلى أوروبا فورا. مسال سيكون وهو غاز مسال أيضا. غاز مسال. نعم. طيب هناك دول أخرى في المنطقة في أفريقيا وغرب أفريقيا تنتج الغاز أو تمر عبر أراضيها أنابيب لنقل الغاز، هل ترى تنافس إقليمي على هذه السلعة مستقبلا؟ على كل حال هناك مسألة البترول النفط وهناك مسألة الغاز. مسألة الغاز لا أرى تنافس بين هذه الدول، لأن أولا كله سيكون موجه للاستيراد وكله تحت عقود طويلة المدى لشركات أجنبية، وبالتالي لا أظن أن يكون هناك تقصد موجه للتصدير. موجه للتصدير. نعم نعم, نعم. وبالتالي لا أظن أن يكون هناك صراع أو تنافس إقليمي على الموضوع. ما يمكن أن يكون هناك تكامل، معناها خط الأنابيب من نيجيريا يمر بالجزائر أو بالمغرب أو بموريتانيا، وذلك تكامل يسهل أيضا على الأوروبيين تنويع استيرادهم من الغاز والمنتجات والغاز بصفة عامة. نعم. تقول الحكومة الموريتانية أن ثروة البلاد من الغاز تقدر بأكثر من 100 تريليون متر مكعب، هذا رقم كبير جدا، ما ترى انعكاسات ذلك على موريتانيا كبلد وكخطط تنمية؟ على كل حال موريتانيا والسنغال دول ضعيفة بصفة عامة، والميزانيات كانت قليلة، ومشروع بهذا الحجم سيكون له أثر على الاقتصادات الوطنية. المشكل هو مدى فعالية هذه الأموال ومدى وقعها على الاقتصاد الوطني. إذا نظرنا إلى مثلا الدول المجاورة، مثلا نظرنا إلى غانا كانت إيراداتها 10 ملايين دولار مليارات دولار السنوات الأخيرة، ولكن الحال ما لازالت الدولة في حالة صعبة. أنغولا نفس الشيء، صدرت كميات هائلة من البترول ووقع هناك تضخم هائل، وهو أيضا ما تخاف منه موريتانيا وخاف منه السنغال هو عدم قدرة الاقتصاد على استيعاب هذه الأموال. وبالتالي في حالة عدم قدرة الاقتصاد على استيعاب هذه الأموال هناك حلين، تواصل الإنفاق في الاقتصاد وبالتالي ينجم عنه تضخم كبير، والحل الثاني هو الاستثمار في الصناديق السيادية تستثمر في الخارج وبالتالي تسمح بتنويع الإيرادات. على كل حال هذه حلول صعبة، والمشكل هو وجود الكادر البشري القادر على القيام بهذه الأعمال، وبناء البنى التحتية التي ستسمح. نعم. باستيعاب. نعم، هناك دول أخرى كانت فيها مئات التريليونات، فعلا استعانت بكوادر بشرية وأيضا بنت البنية التحتية لإخراج هذه الثروات الكامنة في أعماق البحار. فعلا. طيب هذه الثروات من الغاز الموجودة في هذه المنطقة، هل ترى أنها ستدفع شركات العالم وربما الدول على صراع ربما نفوذ في هذه المنطقة كما تعودنا دائما؟ دول مثل مثل روسيا، الولايات المتحدة، دول أوروبية مثلا. فعلا لما تطرقنا لنقطة الأنابيب الغاز، وجود روسيا في مالي خطر على أنبوب الغاز الذي يمر من السنغال ومن من من نيجيريا، نحو القوى موجودة في المنطقة وفرنسا موجودة في المنطقة وعندها أهداف استراتيجية وتعرف أن أهمية مصادر الطاقة في هذه المنطقة، وبالتالي سيكون هناك صراع، والمشكلة أن هذا النوع من الصراعات دائما ينتهي بأمور لا تحمد، وأرجو أن لا يكون هذا هو الحال. نعم. شهدنا مؤخرا زيارة من وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف إلى الجزائر، تهز برأسك ربما لأن الموضوع هكذا، وقيل أن هناك ضغوط ربما على الجزائر وهي صديقة تاريخية لروسيا لعدم تقديم كل ما تطلبه أوروبا من موضوع الغاز والنفط كي تتخلص أوروبا من ارتهانها كما يوصف لمصادر الطاقة الروسية، هل ترى أن هذه الجهود قد تنجح مع بلد مثل موريتانيا والسنغال؟
نعم، موريتانيا والسنغال دول ضعيفة كما ذكرت، وما عندها القوة اللي عند الجزائر. الجزائر تصدر ما تقدر ما هي قادرة على تصديره لأوروبا، وبالتالي ما الطاقة التصديرية وصلت إليها تقريبا. واليوم مثلا في أوبك من ناحية البترول الجزائر ستزيد 16,000 تقريبا، 16,000 برميل يومي من الصادرات. بما يخص موريتانيا والسنغال فعلا، ولكن في هذا المشروع، مشروع الغاز الحالي اللي سيدخل في الانتاج السنة القادمة إن شاء الله. موريتانيا كما ذكرت العقد مع بريتش بتروليوم والإنتاج باعته موريتانيا أو نصيبها وبيع لبريتش بتروليوم، وشركة أخرى اسمها كوزموس إنرجي. كوزموس إنرجي. نعم. والسنغال أيضا لأنه هو مشترك بين 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 البلدان. على كل حال موريتانيا ليست قادرة على توجيه الغاز من دولة إلى دولة. فعلا هناك مشاريع أخرى، وفي حالة موريتانيا وصلت إلى الإنتاج ومستوى معين من الإنتاج، فعلا الضغط على موريتانيا سيكون له آثار مفيدة بالنسبة للأوروبيين. وسيقومون بذلك على كل حال. لأن من يمتلك الثروة يمتلك السلطة معها أيضا. يعني والطاقة هي أهم الثروة، لأن الطاقة هي غذاء كل الاقتصاد اللي بناه الإنسان بناه على أساس الطاقة، وبالتالي الطاقة مهمة. وهذا هو السبب أن مثلا الأزمة الغذائية الحالية اللي وقعت في العالم كله، تنظر لدول الخليج، هي دول الخليج أكثر أمان من الدول الأخرى اللي لا تمتلك الطاقة. بخصوص، هل ترى دكتور أن اكتشافات الغاز قبالة سواحل موريتانيا والسنغال على المحيط الأطلسي قد تمتد إلى مناطق أعمق وأكبر ولا تقتصر على هذه الحقول التي تم اكتشافها في المنطقة؟ في المنطقة عموما. هناك آثار وهناك دراسات تقول أنه من المحتمل أن يكون هناك ثروات طبيعية أكثر في موريتانيا، ولكن المشكل هو مشكلة المناخ أيضا، ومشكلة أن أكثرية الأموال التي توجه التمويل الحالي، تمويل مشاريع الطاقة، هذه الأموال هناك معايير بيئية بدأت تلتصق مع شروطها على تمويل المشاريع، وبالتالي لا أظن أن يرجعنا أيضا إلى قضية المناخ التي تمثل مشكلة بالنسبة لموريتانيا وبالنسبة للسنغال. المنظمة العالمية للطاقة من توصيات السنة الماضية عدم الاستثمار في مشاريع شديدة من الغاز والبترول. صحيح. هذا الشرط له آثار على المشاريع المستقبلية لهذه البلدان، وبالتالي هنا تدخل الصين، وهنا تدخل آسيا، وهنا تدخل روسيا التي ليس لديها مشكلة في الاستثمار في هذا. هذا هو. شكرا جزيلا دكتور يحيى أو دكتور محمد الفيلالي، شكرا لوجودك معنا. شكرا.